saúde, porque ficar morrida com medicinas. لا هو مش كيفاش اجل خير اوكي صغار شوف عمره اهلا وسهلا متتبعي جريده عبير، مرحبا بكم معنا مباشره من نواحي المحمديه وبالضبط من جماعه بني خلف. واحد القصه اللي جد غريبه واللي غادي تهز جميع المغاربه كما كتشاهدوا معنا. هاد السيده مزوجه من بعد زواج ديال 8 سنين، كانت عايشه مع راجلها خير وسلام مع دارهم يعني نسابها. دوزت واحد المده ولدت واحد الوليد عنده دابا الان 5 سنين. الزوج ديالها مشى لبرا دابا مده عامين. عامين هما اللي حرقوا دابا كيقول لي طلق من بعد طلق قريب من بعد ما مشى لبرا. يعني ناسها، غنهضروا باللغه ديالنا، ناسها بغاو يخرجوها ويجريو عليها وريبوا لها المحل ديالها. خلوك معنا مشاهدينا غادي تعرفوا اكثر على اللسان ديالها. السلام عليكم. شحال انت مزوجه بهذا السيد؟ مزوجه بيه 8 سنين دابا باش تزوجت فيه. 8 سنين؟ عدو السيد اللي خداتني، تلاقيت معاه في الحمام، لصقات في الحمام. خداتني لصقات عليا، ما كنت ولده ما بغاش يتزوج، هي كانت كديني كل نهار ديني بزز كتقول لي تيولفك ولدي وتزوجوا. من بعد تزوجت ملي جاو في الخطبه ديالي قالوا لي هذيك بارتمار ديال ولدنا، راه دافع علينا الفلوس وراه غيجي خو من برا وغادي نكتبوها عليه. قال يجي خو من برا وغنكتبوها ليه في الخطبه ديالي. راه شاهد واحد الشيء. كنت عايشه مع راجلك في الايام الاولى؟ كنتوا بخير؟ كنا بخير، كنا مزيانين، وهما يا كانوا جبدوا لي الصداع وكانوا تكرفسوا عليا، كانوا تكرفسوا عليا بزاف. كنت صابره حيت حنا ما عديتش فين نمشي، ما كنطلقوش با اخواني وخويا اخواني، كيقول لي ما تطلقيش صبري، صبري تيدير لك الله تاويل ديال الخير. انت كتشوفي حياتك تغيرات، واش من بعد مشى برا؟ مشى برا بغاو يجراو عليا، ولاو كيقولوا لراجلي انا ما مزياناش ومرافقه مع وحده مطلقه، وبداو كيعمروا لي في راسو. وراجلي ما خدام ما والو في برا، كنقول ليه فلوس كيقول لي انا راه ما خدامش، وانا ما كنقول لهم لا عطيوني لا حتى حاجه، انا كنقول لهم خليوني في امي حيلي. جاو عندي هجموا عليا، وبنتهم كبيره اللي مجوزه هجمت عليا الاولى هي امها، ومن بعد جديت ولدي المدرسه وجايه بنتهم صغيره تلقات لي قدام القهوه الكاميرا كاينه، شدتني نتفاتني وضربتني وبشبها ريب لي محالي، ريب لي كامل، ريبوا لي. دابا كي راه كنبات في الزنقه كنخاف لي شي واحد يتلقى لي. كتحسي بحقره يا الحقر وقطع لي المده دابا جوج سيمانات. واحد المره جات البارح هي اللي دارت لي الضو، دابا والله الماء ما كنشربو، كنهجم ندق على الناس كل مره نقول لهم عمروا لي، كعمروا لي قريعه ولدي مريض كيخويا عليا. علاش ما جبتيش لدارنا؟ دارنا ما عنديش فين نمشي، با مشلل، وكاين خويا وكاين عندنا زوج بيتات، ما عنديش فين نمشي لدارنا، وكان عندي زعما نبقى معاهم. كون راني مشيت زعما نبقى ناكل لاصا كل نهار باش يخرجوني، دعوني الجدارميه وخلوني النهار كامل وانا ولدي بالجوع. علاش دعوك الجدارميه؟ قال لهم تخرج لينا من محلنا. قال لي تخرج لينا من محلنا. اذا زوجك باقي ما مطلقك ما والو، ما على الدمه ديالو. مطلقني ما والو، هما في الاول جاو تحايلوا عليا قالوا لي طلقي خليه يدير الوراق وغادي يرجعك وغادي يديك لبرا، ما بغيتش. ولاو كيجيو كيديروا لي داك الشيء ديال الشعواده وانا ما كنامنش بهذاك الشيء، خليت وما خفتش. ودابا هي تزوجت هجموا عليا وقالوا لي خرجي بزز، وانا ما عنديش فين نمشي. نهار ثلاثة اللي خرجني الوكيل انا ما عنديش فين نمشي. يعني دعوك على اساس باش تخرجي؟ دعوني باش نخرج، ما عنديش فين نمشي. ما بقاش كيتصل بك الزوج ديالك من برا؟ ما بقاش دابا هي حرشوا ولاو كيقولوا لي مرتك فيها على تارك. ما بقاش يعني كتلقاي دابا حاليا راسك بين الحيوط، ما لقيتي ليس عندك لا لوح؟ ما لقيت حتى واحد، ما عندي حتى واحد، حتى ولدي مريض. مريض شحال عنده؟ دابا عنده دابا طالع في 6 سنين. شنو المرض اللي عنده؟ عنده ديال التوحد، وما عنديش انا لا فلوس ما عندي حتى بلاصه اللي غنمشي ليها، عندي الله سبحان الله وتعالى هو اللي عندي. انا دعيتهم الله هاد الناس. كتعرف
كتحسي بالحقره ياك؟ حقروني بزاف، حقروني، هما اللي خداوني من نار، خداوني هما كيعذبوني. هي خداتني قالت لي ما توليش، نار اللي ولات جرت عليا نفسها بالدم الناس. يعني هي اللي اختارتك وبغاتك لولدها وفي الاخر تقلبت عليها؟ تقلبت عليا، ولدي مع عمرها ما شدات ولا قالت لي ولا ركبات ولا شي حاجه، كنا نهبط عندها ولا شي حاجه كتجري عليا انا الدري، كتقول لي ما بغيتوش ما يجيش الدري، ما بغيتوش. انا ولدي هو عبد العزيز، اما هذا ولد الناس. كنقول لها حشومه هذا ولدك، كتقول لي لا ما ولديش، هذا ولد الناس. كنقول لها هو راك في يدك ولدك في يدك، كتقول لي لا ابعد مني، انا ما باغاش الدراري الصغار، انا كبرتهم وانا اش غندير دابا. يا اش تقولي لي لراجلك اللي كان كيشوفك الان على المباشر؟ اش تقولي لي؟ بغيت نقول لك تشوف والديك اش كيديروا لي، واش راضي بهذا الشيء اللي كيديروا لي والديك. يعني راه عندك تما الصور بالمحل ديالك؟ عندي الصور. شفتي شوف يعني البيوت كلهم ريبوهم. ريبوا لي المحل، ريبوا لي الباب ديال الزنقه، هذيك نباته في الخلا ما عنديش فين نبات، المحل ولا دخل عليا شي واحد يقتلني. دابا الظلمة في الشمس ما يبانش، أنت الباب داك تقول لي كامل الضع كله عواد، كامل هرسو طلعوا السطح. ما باينش في الصورة، ما باينش. أنا بغيت نلوح لكم فيديوهات نصوروا نلوحوا لكم، كامل دارس لي الباب، ما خلاش لي حتى حاجة. ها مصور المحل كامل مهرس. أنت على المحل كامل مهرس، ما يبانش مع الشمس. يعني حاليا كتباتيها في الزنقه انت وليدك؟ دابا كنباتها في الزنقه، ما عديتش فين نبات. دابا ريبوا لي المحل، ما عديتش فين نبات دابا، وما عندي حتى واحد نمشي عنده، وما عندي حتى حاجه. ولدي مريض ما نقدرش نخليه مريض. بقى قلتي ولدك حتى هو حود؟ انت تشوف حالته كي دايره، انت تصور اش كيدير. ما كيزكاش، ما كيزكاش حتى بلاصه، ما كيزكاش. انا دابا غندير عشاء في الزنقه، ولا جراو عليا انايا غادي نشرب مقاطع انا ولدي. صافي ما عنديش نعيش، حيت ما عنديش فين غادي نعيش. اش تقولي لعدوستك اللي كنت تشوفك من بعد هي اللي اختارتك في الحمام وشافتك في العشاء؟ قولي ليها انا ما نسامحش ليها. ضايتك الله، ضايتك الله، لك كنت ظالمك، ضايني الله، وانا ما ظالمكش. انا مرت ولدك كنت كنهبط كنشقى لك كلشي كنديرو لك، ابش خليني في المحل. وكنت ولدي ما تبغيش، وكنت نهرو وتعيرو وكلشي وكنسكت، وبنتك كتضربو وكلشي، وتقولي بعد منا خرج لينا من محلنا، وما كنت لا ندار لا والو، حيت خايفه، خايفه اللي تجريو عليا. ودابا انا زدرت ليكم، ما درت ليكم والو، قول لي زدرت ليكم ياك. انا مرت ولدكم، شوفوا على قبل الدريري، شوفوا على قبلي انا. يعني مستعده لها جاو شي جمعيات ولا شي محسنين يتعاونوا؟ نتمنى جي تواصلي معاهم. نتمنى جي واحد يجي يعاونني في سبيل الله، الله يرحم والدين، عاونوني وانا ما عندي حتى واحد في كتافي، عاونوني ما لقيت حتى واحد يوقف معايا. المهم كما سمعتم مشاهدينا الكرام، هذه الحاله ديال هذه السيده يعني من بعد زواج ديال 9 سنين حاولوا انهم يرميوها للشارع، وبوليد عنده 5 سنين ومريض بالتوحد. كنتمنوا ان الجمعيات وكذلك الحقوقيين اللي شافوا هذا المباشر، غادي نخليو الهاتف ديالها اسفل الشاشه، يتواصلوا مع هذه السيده. راه الان عرضه للشارع هي ولدها كما كتشاهدوا معنا في الصوره، مسكين أول مسكين مريض بمرض التوحد. يعني هاد السيدة محتاجة اللي يوقف معاها، كاينين الأسباب دارهم ما ترجعش ليها بحكم الضيق، أنهم عايشين في بيت. نتمناو خير ونتمنى من القلوب الرحيمة أنهم يدخلوا الخط على ود هاد السيدة، ماشي على ودها، على ود وليد ديالها اللي عنده 5 سنين. هو الآن كيدير حركات اللي جد غريبة، مريض بالتوحد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتمناو خير إن شاء الله ونعاودو. حافظة الرقم ديالك؟ لا لا ما حافظاش. إذن غادي نخليو الهاتف ديالك في أسفل الشاشة. نتمناو خير ونتمناو مازال نشوفو الناس اللي غادي إن شاء الله يتواصلوا معاك.
كذلك الجمعيات الحقوقيه، كذلك جمعيات ديال الطفل الاقل نقدها الطفل المسكين، لكن الان قسما بالله كيدير حركات اللي جد غريبه. نتمنوا ليه الشفاء العاجل، ونتمنوا هاد السيده انه تجمع الشمل ديالها او لا توضع ليها حل جذري. انا مريضه بمرض السكر وما عنديش الدواء باش نجري. خرجوا لي البرا وما عرفتش ندق قفت الحساب. وحيدت ما حيدوها لي حد، ما عرفتش ندق قفت العبار. قال لي لبقيتي دقيتي غتموتي، خاصك ديري العبار. انا ما عرفتش، دابا خرجوا لي غير الفاني درقيق والغليظ. دابا في السبيطار ما بقاش كيعطيو الدواء. وليت فين ما كنمشي قالك ما بقاش الدواء كيعطيو. دابا انا قاطعه الدواء، شحال قاطعه الدواء. انا عاد جدارميه نيت طحت عيط ولا بيلانس، صفقت عاد باش رجعت لابيلانس. انا كل مره كنطيح عاونوني لوجه الله، انا ما عنديش حتى واحد يعاونني. ردا على واحد التعليق سيدي، الزوج ديالها تقول انه في الديار الخارج مده عامين دابا. كذلك عندنا مكفولين بحق الرد إذا كانت عائلة ديال الزوج ديالها أنهم يخرجوا بتصريح أو يخرجوا يكذبوا هذا الشيء. هذا احنا مستعدين على مدار الساعة 24 ساعة على 24 ساعة. إلى هنا ننتهي هذا البث، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.